تصفر اثنان اثنان خمسة، النتيجة تسعة. تصفر ثلاثة عشر سبعة وعشرون ناقص اثنى عشر اثنان وثلاثون ناقص عشرون. هذا لازم أنا حاسبه. افتدى عندي النتيجة أربعون. كم؟ أربعون. ممتازة. كيف عرفت؟ القسم اللي رانا متواجدين فيه ماشي قسم عادي، وانما قسم من نوع خاص عنده علاقه بالرياضيات. هكا استاذه فريال؟ نعم تمام. برنامج يعني اللي تتبعوه هو برنامج عبقري الذكاء العقلي، تقدري تعرفين اكثر على هذا البرنامج؟ نعم بالطبع، يعني برنامج العبقري الذكاء العقلي هو برنامج، هو حساب ذهني، اي القيام بعمليات حسابيه باستعمال دماغ البشري فحسب، أي الاستغناء بالتالي تماماً عن الآلات الحاسبة والحواسيب أو الطريقة التقليدية في الحساب، ويكون إجابة بطريقة سريعة. بطريقة سريعة نعم. واحد اثنان ناقص ثلاثة اثنان خمسة ناقص ستة النتيجة ممتاز رائع. واحد اثنان خمسة ناقص ثمانية أربعة خمسة ناقص ستة النتيجة ثلاثة. كيفاش حتى يعني المراحل اللي يلحق لها الواحد باش يقدر يحسب بهذه الطريقة؟ عندكم فئات عمرية مختلفة، شروط ربما كاين شروط تتوفر في التلميذ باش يدخل المدرسة أو؟ طبعا هي شروط، ليس هناك شروط، يعني أي طفل يمكن يتواجد معنا هنا في المدرسة اللي نقدموا فيها هذا البرنامج تاع عبقري الذكاء العقلي، من سنة 6 سنوات حتى 14-15 سنة. يعني مش لازم يكون طفل كبير باش يتواجد في مستوى أكبر. راح ندير لكم عمليات، أوكي؟ جاهزين؟ خمسة اثنان ناقص ستة ثمانية تسعة. برافو. ثلاثة واحد ستة ثلاثة ستة واحد ناقص خمسة ستة أربعة خمسة ثلاثين. برافو. خمسة ناقص أربعة ستة واحد ثلاثة واحد خمسة ثلاثة تسعة ناقص سبعة. برافو. خمسة ناقص ثمانية اثنان ناقص ثلاثة واحد خمسة اثنان. هاد التلاميذ راهم في قمة التركيز، وبهاد الحركات اللي راهم يقوموا بهم، وبزاف ناس ما يعرفوش المعنى تاع هاد لي تكنيك، سي صح؟ نعم. استاذ زبير عرفنا بالحساب، يعني هاد لي تكنيك اللي يديروهم في الحساب الذهني. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. الحساب الذهني هي تقنية يابانية، ونحن كبرنامج عبقري الذكاء العقلي للحساب الذهني طبعا نعلم هذه التقنية للأطفال. طبعا الحساب الذهني يعتمد على أداة اسمها الصروبان. لما يتعلم الطفل الحساب بأصابعه في المعداد اللي هو صروبان، ثم ينتقل إلى مرحلة ثانية وهي الحساب خياليا، يعني ذلك المعداد اللي متواجد أمام الطفل يصبح يتخيله في عقله. الآن راح يتخيل عملية رفع وتنزيل الخرزات الخاصة بالمعداد.